السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. هذه الحصة إن شاء الله سننتقل إلى الدرس الثالث من أنشطة وتمارين للدعم والتعلم الذاتي. عنوان درسنا التقنية الاعتيادية للضرب دون احتفاظ. نبدأ بالحساب الذهني. إذن تذكروا معي ذهنيا جدول الضرب في 9. إذن 9 ضرب 1 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 9. 9 ضرب 2 كم تساوي؟ نعم 18. 9 ضرب 3 كم تساوي؟ أحسنتم، 27. 9 ضرب 4 كم تساوي؟ أسرعوا. نعم 36. 9 ضرب 5 كم تساوي؟ أحسنتم، 45. 9 ضرب 6 كم تساوي؟ نعم 54. 9 ضرب 7 أسرعوا. أحسنتم، 63. 9 ضرب 8 كم تساوي؟ جيد 72. 9 ضرب 9 كم تساوي؟ أحسنتم، 81. 9 ضرب 10 تساوي 90. أحسنتم. إذن لاحظوا معي جيدا هذه الشبكة، سنقوم بكتابتها على شكل كتابة ضربية. إذن لاحظوا معي، الصف الأول يتكون من 12 خانة، وعدد الصفوف هو 4. إذن ما هي الكتابة الضربية المناسبة؟ أحسنتم، 4 ضرب 12، أو نقول 12 ضرب 4 لأن الضرب تبادلي. إذن 4 ضرب 12 كم تساوي؟ هل نستطيع معرفة الإجابة بدون أن ننجز عملية الضرب؟ إذن لاحظوا معي جيدا الطريقة التي سنقوم بها لمعرفة 4 ضرب 12 دون إنجاز عملية الضرب عمودية. إذن لدينا 4 صفوف و 12 خانة. إذن لاحظوا معي الشبكة الثانية، نحتفظ بأربعة صفوف ونقوم بتفكيك العدد 12. إذن العدد 12 أصبح هو العدد 10 زائد العدد 2. 10 زائد 2 تساوي 12. قمنا باستبدال العدد 12 بعشرة زائد 2. جيد، الآن سنقوم بالكتابة الضربية. إذن في الكتابة الضربية بدل أن نكتب 4 ضرب 12 سنكتب 4 ضرب 10 زائد 4 ضرب 2. نكتب 4 ضرب 10 زائد 4 ضرب 2. جيد، الآن سنقوم بالحساب. إذن 4 ضرب 10 كم تساوي؟ أحسنتم، 40. و 4 ضرب 2 كم تساوي؟ جيد، 8.
الآن سنقوم بعملية الجمع. إذن 40 + 8 كم تساوي؟ أحسنتم، 48. الآن ننتقل إلى مطبق وأتمرن الصفحة 7 من كراستكم، عليكم إنجازها وسنقوم بتصحيحها الحصة المقبلة إن شاء الله. السؤال الأول: أستعمل الجدول وأحسب. إذن سأبدأ معكم بإنجاز التمرين الأول. سننجز الجدول الأول معا، وأنتم ستنجزون الجدول الثاني بنفس الطريقة وتكملون باقي التمارين. إذن نبدأ بالجدول الأول. إذن 5 ضرب 134. أولا علينا أن نقوم بتفكيك العدد 134. إذن 134 تساوي 100 + 30 + 4. الآن نقوم بضرب العدد 5 بالعدد 134. إذن 5 ضرب 134 تساوي 5 ضرب 100 + 5 ضرب 30 + 5 ضرب 4. الآن سنستعين بهذا الجدول لإكمال الحساب. إذن 5 ضرب 100 كم تساوي؟ العدد 100 يتكرر 5 مرات. أحسنتم، 500. 5 ضرب 30 كم تساوي؟ 150. إذن 5 ضرب 0 تساوي 0. 5 ضرب 3 15. إذن 5 ضرب 30 150. 5 ضرب 4 كم تساوي؟ 20. أحسنتم. إذن هنا نكتب 5 ضرب 134 تساوي 500 + 150 + 20. إذن كم تساوي؟ 500 + 150. إذن 500 + 100 = 600. نضيف إليها 50 = 650. نضيف إليها 20 = 670. جيد، إذن أتوقف هنا. أنتم ستكملون إنجاز هذا التمرين بنفس الطريقة. ننتقل إلى التمرين الثاني. أنجز كل عملية ضرب أفقيا. إذن العملية الأولى 25 ضرب 5 تساوي 20 × 5 + 5 + 5 تساوي 100 + 25. إذن 100 + 25 كم تساوي؟ إذن بنفس الطريقة العملية الثانية 46 ضرب 2. العملية الثالثة 234 ضرب 5 تساوي 205 مرات + ماذا 5 مرات + ماذا 5 مرات تساوي كم؟ العملية الرابعة 125 ضرب 4 قوم بتفكيكها بنفس الطريقة. ننتقل إلى التمرين الثالث. أكتب العدد المناسب في كل فراغ. 134 ضرب
اتنان تساوي ماذا ضرب اتنان زائد ماذا ضرب اتنان زائد ماذا ضرب اتنان. قوم بملء الفراغ ثم قوم بإكمال العملية. ننتقل إلى التمرين الرابع. أحسب حسب النموذج. 15 ضرب 5 تساوي 10 ضرب 5 زائد 5 ضرب 5 تساوي 50 زائد 25 تساوي 75. أنتم قوموا بتفكيك العدد 16 ضرب 5 بنفس الطريقة واكتبوا النتيجة في النهاية. إذن سنقوم بتصحيح هذه الأنشطة الحصة المقبلة إن شاء الله. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.